هلو شن لح اعمل ترند العيون ميك اب ترند العيون على طريقتي. ما بعرف اذا مبين بس حطيت الفونديشن خططت وانت حط الاي شادو كمان. لح نبلش بالدمج. اوكي ما بعرف كيف رح يطلع اللوك بس رح نكمل. هلا عم حط لون بني افتح وهلا رح اضيف لون بينك. حطيت لون بينك افتح عند انفي هون وهلا رح اسوي هون وارجع لكم. سو هيك طلع لما سويته. لا تخافوا لسه رح نكمل ونشوف التفاصيل كيف رح تطلع. بلش اسوي التفاصيل مثل هون لازم يكون شوي في ظل. قبل ما اكمل اللوك لازم اني نظف له هون المطارح لانه ننظفه شوي. بلش ضيف الشمر على عيوني. ما بتعرفوا قديشني متوترة اني خبص باي حركة بالميك اب ويصير بشع. هلا رح ارسم ايلاينر لحتى هيك يعطي حركة للعين ما تكون كتير ناشفة. شوفوا واو رح كمل. شوفوا لي جمال. ما بعرف حاسة كتير شغلات ناقصة بس رح كمل وشوف شو رح يطلع بالاخير معي. اعمل هايلايت شو اسمه للقلب. سويت هيك هاد نول على شكل القلب. رح كمل هون وشوف اذا بيطلع حلو. مسكرة لبستيك ما بعرف النتيجة النهائية اذا بدي اقول حلوة او لا. ما بعرف عن جد تركت تعليق لكم.